مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، ومشرفنا النهاردة في الحياة اليوم دكتور وسيم السيسي، عالم المصريات الكبير، واللي طبعا الحديث معاه الحقيقة متعة لأنه عنده من غزارة المعلومات والاسترسال في كل المحاور ممكن نفكر نتكلم فيها يقدر يكون يعني يدينا أجوبة شافية ورؤية متكاملة الحقيقة لكثير من الأمور اللي بنتعامل معها. بداية بقى طبعا من قصة فيروس كورونا، انتهاء لأن احنا طبعا في فترة الأعياد والاحتفالات المفترض، وطبعا مع الإجراءات قرارات جديدة لمجلس الوزراء اللي بالتأكيد مهمة في توقيتها خاصة مع الظرف اللي بنعيشه، لكن بشكل أو بآخر يعني طبعا الناس بالتأكيد نفسيا وعايزين ان هم ينطلقوا ويعيشوا حياتهم الطبيعية، ازاي نوازن وازاي نخاف على نفسنا وبرضو نكون سعداء ونعيش حياة طبيعية. هنتكلم في كتير من الأمور مع دكتور وسيم السيسي. مشرفنا يا دكتور وسيم، أهلا وسهلا. الأول كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعادة دايما. شكرا. الله يخليك يا دكتور. دكتور وسيم، عايزة طبعا أخذ رأي حضرتك في اللي أنت شايفه دلوقتي، يعني الوضع في بلدنا ومش في بلدنا بس، في العالم كله، مع تحور السلالة الخاصة بفيروس كورونا، وصولا بقى للقرارات اللي خدها مجلس الوزراء النهاردة، هي ضرورية وهي جت في وقتها. بس اللي عاوز أقوله أن يعني الملاحظ أن مهما كانت الأعداد كثيرة إلا أن الشعب المصري من أقل شعوب العالم إصابة بالكورونا. وأنا في رأيي هذا أن المناعة الطبيعية عندنا إحنا كشعب أكتر من دول كثيرة على رأسها إنجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا والآخر. وأعتقد لأن هناك في هذه الشعوب الأخرى معقمين زيادة عن اللازم، كل كحة صغيرة مضادة حيوي، كل مش عارف إيه إيه إيه، هنا بركة بالبركة. أدوار الإنفلونزا العادية إحنا بناخدها بالليمون والشاي ومش عارف إيه وبتاع، فأصبح عندنا يعني بالرغم من المسكي والعتبة واللي فيه من الزحمة والزحام والأفراح واللي مش عارف إيه وبتاع، يعني أنا من أسبوع حضرت فرح عادي ولا في حاجة، إنما ده ما يمنعش من الوقاية طبعا. والوقاية هنا هو زي ما بيقولوا وقاية خير من العلاج، في تصوري كطبيب رفع جهاز المناعة عندنا بيعتمد على، أنا شخصيا يعني هقول لك أنا اللي بعمله مع نفسي، الصبح قبل ما أخرج 5 ليمونات معصورين في نص كوباية وأشربها. بالليل لما أعود بعد العشاء الخفيف زبادي و5 فصوص توم، كل فص قد كده، معروف إن التوم بيرفع الإميون سيستم أو جهاز المناعة. التوم بلع بقى مش الزبادي. في هناك بقى بالإضافة إلى هذا يعني قرص زنك، قرص بتاع دي بتاع فيتامين سي، فيتامين دي، تمام، من الحاجات المهمة جدا. أعتقد دي من أهم الأشياء اللي وانس إن يطلع يعني أي عرض من الأعراض متأخرش، ريح في البيت واعزل نفسك، إذا زاد عن أعراض اللي هي تقدر بقى تتصل بالمسؤولين يعني. طب على مر التاريخ، عشان احنا عايزين نرجع لورا شويه وبنتكلم على المصريين ويعني مرت علينا ظروف صعبه كتير واوبئه ومجاعات وغير وغير، عشان عايز اتكلم على نفسيه المواطن المصري في الوقت الحالي، ازاي يقدر ان هو يعني بيمر بازمات ونقدر نتغلب عليها. طبعا المقاومه عندنا، المقاومه النفسيه، النفسيه كمان يعني شعب زود حمود. المناعه كمان شعب متحمل، يعني ده شعب رائع يعني الحقيقه. انما من ناحيه يعني ياما مر علينا، يعني احنا في النص الاولاني من القرن الماضي مر علينا وباء الكوليرا بهدل الدنيا، لدرجه حتى الشاعر العظيم الكبير علي الجارم خاطب الوباء نفسه، الكوليرا الميكروب بتاعها زي الواو، فبيخاطب الوباء بيقول له: لست كالواوي، انت كالمنجل الحصادي ان احسنوا لك التشبيه، المنجل اللي هو بالزرع والحاجات دي بقى. يا ثقيل الظلال اذيت بالمال وبالنفس، فالرحيل الرحيل رب طفل تركته امه من غير ثدي، يضرب الارض ضجه وعويلا، وفتاه طرقتها خبطت عليها ليله العرس، وقبل الحليل كنت انت الحليله. يعني ده علي الجارم يعني وباء الكوليرا. وباء التايفوس برضه مر على مصر، وباء الطاعون مر على العالم كله، لدرجه ان قضى على ملوك اوروبا كلهم ما عدا بابا روما، مش لحاجه دينيه، السبب في هذا ان حوطوا الكاتدرائيه بسور من النار 4 اشهر. اي فار يعدي
لازم يتحرق. اي بقى حامل الميكروب اللي هو الفيران تتحرق، وبهذا نجا. يعني 4 شهور صور من النار حوالين في روما البابا بتاع روما. مصر كان فيها يعني وباء الطاعون برضو ظهر في مصر القديمة، وده سبب من أسباب إن هم كانوا بيقدسوا القطط، حيثما كثرت القطط يختفي الوباء. واعتبروا القطة مبعوثة العناية الإلهية للقضاء على الأوبئة، بس هم ما عرفوش اللينك اللي هي الفار اللي بتاكل الفران اللي بتحمل الفيروس. ومن هنا ده. انما مش بيعبدوها زي ما البعض بيفكر. ولو كانوا بيعبدوها ما كانتش بعد ما تموت ياخدوا الامعاء بتاعتها يعمل منها الكات جت اللي هي الخيوط الجراحيه واوتار القيثاره والهارب. يعني مش معقول هي يعني هيعبد حد ويعمل فيه الاعمال دي كلها. يعني طيب الشيء الغريب بقى ان كان في واحده في الوقت بتاع ماركوس اوريليوس 176 ميلاديه، دي كانت شفيعة الناس تصلي وتذكر اسمها في الأوبئة، شفيعة الناس في الوباء، أي وباء. اسمها إيه؟ كورونا. كورونا؟ أنا كرهنا اسم كورونا ده والله العظيم. لا كورونا معناها التاج من كراون إلى آخره يعني. وهم مسمينها كورونا ليه؟ لأنها زي التاج. كورونا دائرية كده وطالعة منها حبة حاجات كده، ونقول كوروناري أرتري اللي هي الشرايين التاجية لأنها بتتوج ملك الأعضاء. كوروناري أرتري اللي هو الشريان التاجي. طيب قولي برضه يا دكتور، يعني كان مؤخرا كده كان في مؤتمر لوزيرة الصحة بتتكلم على البروتوكولات العلاجية وأدوية، يمكن منظمة الصحة العالمية وناس قاعدة تنتقد وتقول لك مثلا الدواء ده لا أو مش هيجيب نتيجة، لكن الرؤية المصرية أثبتت فعلا نجاحها وفعاليتها وخدوها عننا بعد كده. المصري القديم تاريخنا برضه في الطب وفي الأدوية والعلاجات المختلفة، هو كان بيعتمد على التجربة إلى حد كبير، وكان بيعتمد على الملاحظة إلى حد كبير. ده وصل به الأمر لما تقري البردية بتاعت إدوين سميث، إن كان بيشرح الميت بعد الوفاة عشان يعرف سبب الوفاة. يعني مثلا في بردية إدوين سميث، واحد وقع كسرت رقبته، لما بتنكسر الفقرات العنقية بيحصل شلل الرباعي الايدين والرجلين. تمام. فهم ذاكرين الصوره الاكلينيكيه زي ما هي مكتوبه في المراجع الطبيه النهارده. بس مش ده المهم بقى. المهم بيقولوا عند تشريح الرقبه بعد الوفاه تجد الفقره العليا مغروزه في السفلى كما تنغرز القدم في الطمي، لما الرجل تغرز في الطين هو متاثر بالبيئه اللي حواليه. فتشبيه من واقع بيئته. انما ده دليل على بيعمل بوست مورتم اكزامينيشن اللي هو تشريح الجثه بعد الوفاه عشان يعرف سبب الوفاه. فطبعا كان، وبعدين يعني وارن داوسون في كتابه ليجاسي اوف ايجيبت يقول العلوم جميعا خاصه الطب نشات في مصر منذ اكثر من 50 قرن من الزمان. فهي مصر اللي علمت الناس الطب. يعني كانوا اليونانيين يجوا بيتعلموا عندنا الطب وغير الطب يعني. وعشان كده حتى الدكتور طه حسين يعني يقول ان اليونانيون يعرفون انهم تلاميذ للمصريين في حضارتهم الراقيه. والاكثر من كده كده اللي هيتجننوا منه مين؟ الراجل الامريكي مارتن برنال، مطلع كتاب اسمه بلاك اثنز، اتينا السوداء، اتينا الافريقيه، اتينا المصريه. وأن كل علوم اليونان اللي هم بيقولوا الغرب بيقول واخد علومه من اليونان، واخده من اليونان، أن كل علوم اليونان بما فيها نصف الأبجدية اليونانية مأخوذة من الهيروغليفية. وعشان كده متضايقين منه قوي. إزاي يطلع كتاب بلاك أثنز اللي هي أتينا السوداء؟ يعني عاملين زي مسابقة الحضارة المصرية القديمة ولا الحضارة اليونانية، وطبعا فازت الحضارة المصرية بفارق السياسة. الحضارة المصرية 5000، الحضارة اليونانية 500، يعني فرق من 500 ل 5000. والإنتاج كمان، يعني الحضارة دي أفرزت إيه أو أنتجت إيه علوم نفعت البشرية كلها. سولون جاء راجل يوناني اعتنق الأمونية عشان يدخل المعابد حيث بها المكتبات عشان يتعلم القانون، ويرجع بلده أتينا ويسميه قانون سولون، ويحكي وهو خارج ان احد الكهنه طبطب عليه وقال له انتم اليونانيون اطفال بالنسبه لنا.
مصر الخير، مصر المباركة، طبعاً. مصر طبعاً. الأمام طبعاً. لو نتكلم وإحنا في الأيام الطيبة دي برضو بعيدا بقى عن كورونا، العائلة المقدسة وإزاي احتضنتها الدولة المصرية أو الأراضي المصرية في التوقيت ده، مسار العائلة المقدسة، خاصة إحنا في عندنا مشروع لإحياء هذا المسار والاستفادة منه بقى سياحيا ودينيا واقتصاديا. طبعاً. كلمنا عن الجزئية دي بقى، يعني احكيها لنا يا دكتور وسيم، العائلة المقدسة والمقدسة. العائلة المقدسة يعني 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 كل الأنبياء، يعني يعني حتى ما نقرأ في تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أصلا من منف، ومنف اللي هي منفيس، ومنفيس اللي هي مصر. فلما حتى سئل عن العائلة بتاعته قاعد يقول لهم أنا خيار من خيار من خيار، وجاب أصل العائلة كلها إزاي أنها من أرض الكنانة، الكنانة اللي هي مصر. نعم. أرض الأرض الكنانة اللي موجود. فالأنبياء كلهم جميعا بما فيهم السيد المسيح هنا جه وعاش في مصر ومر على 25 بقعة. والشيء الجميل أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التفتت للنقطة دهيا، ودلوقتي أصبح في كل نقطة من هذه النقاط، أول حاجة دورة مياه تليق بالسائح اللي جاي. ويكفي أن يعني في الرجل الفرنسي اللي هو كان يقول إيه، تستطيع أن تحكم على حضارة الأمم من دورات المياه. دورات المياه، وده صحيح. يعني بصي حتى في أي بيت تدخلي دورات المياه شكلها إيه، تقدر تحكمي على البيت ده شكله إيه. نقطة بوليس لازم تبقى موجودة، فندق ممكن يبقى موجود في كل النقاط ده هي. والشيء الجميل كمان أن بابا روما وضع يعني مسار العائلة المقدسة فيك يا مصر، وطلب من كل مسيحيي العالم أن هم النقطة ده هي لازم يزوروها. فطبعا دي طفرة كبيرة جدا. احنا بنتكلم في كم نقطة أو كم موقع؟ 25. ودول كلهم يعني هيكونوا موجودين ضمن المسار أو في المزارات؟ خلاص. يعني الافتتاح في يناير اللي جاي ده. يعني ده المسار بتاع العائلة المقدسة، جت فين لغاية ما وصلت إلى الدير المحرق، مرت على جبل الطير. لما تحكي احكي لنا كده يا فندم بقى بالحكي والسرد بتاع حضرتك للمشاهد، ليه يعني ليه كانت مصر والنقاط المتعدده اللي مروا بيها ورحله العوده برضو مره تانية، كانت ايه الظروف ومصر وقتها والمصريين ازاي استقبلوا السيد المسيح وستنا مريم؟ السلام. بلد الحضاره. نعم. وحضارتها كانت ممتده حتى الى فلسطين. فلسطينيين كانوا حاسين بان البلد دي بلد حضاره. نعم. عشان كده حتى عباس محمود العقاد في كتابه، له كتاب اسمه المسيح، يحكي فيه بيقول جاء السيد المسيح إلى هذا العالم فوجد أن الروماني سيد العالم بحق سيفه، واليهودي سيد هذا العالم بحق إلهه، والاثنين مثال للهمجية واحتقار الآخر. فجاء السيد المسيح عشان يعلمهم إن المسألة ما هيش مسألة قوة بقدر ما هي الحب ومحكمة الضمير. فالحضارة المصرية هي التي جذبت هذه العائلة، أرض السلام. معروف أن مصر وأن أهلها دايما يكرهون الدماء ويكرهون العنف، فطبعا ده كان السبب في أن العائلة المقدسة جاءت إلى هنا، وأن الملك أرشده لما ظهر في حلم ليوسف الصديق وقال له اتجه إلى مصر. فمصر طول عمرها الحضارة هي مصر. لأن ليا صديق يعني كتبت حتى عنه مقالة وقلت لبناني الجنسية مصري الهوى، اسمه حسام عكم، هو مدير مستشفى في عمان، يقول لي اوعى تصدق أن في حاجة اسمها حضارات مختلفة، هي حضارة واحدة، الباقي كله انبثاق من الحضارة المصرية. مين اللي عرف العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة غير مصر؟ مين اللي عرف العالم علوم الفلك دي كلها غير مصر؟ مين اللي عرفهم الطب غير مصر؟ مصر. أي أخيرا نجد المتحف البريطاني أعلن عن عنده موميا بقالها 100 سنة. جاء أخيرا صور الموميا دي بالإكس راي فيفاجأ بأن مسمار في داخل العظمة المكسورة، تثبيت داخلي بالمسامير. لدرجة أن كونسلتنت استشاري عظام قال لو كنا عملنا الأشعة دي من 50 سنة
كانت وفرت علينا عناء تطوير المسمار اللي وصلنا له النهارده زي من 5000 سنة فاتت. لأن المسمار معمول حلزوني وطالع له أجنحة عشان ما يلفش، ومحطوط حواليه الرتنجات العطرية اللي هي زي ما تقول اللي تثبته في مكانه عشان ما يتحركش. ومعنى هذا إيه؟ معنى هذا إنهم وصلوا للبنج العمومي، ما نقدرش نلمس العظم كده. ده الواحد لما بيتخبط خبطة في عظمه بيسرق، فما بالك بحط مسمار؟ ففي حاجات كتير احنا مش عارفينها في العلوم بتاعتهم لغاية النهاردة. طيب لما نقول طبعا مصر فيها المقامات السياحية وتنوع طبعا وتراكم الثقافات المختلفة طبعا. لكن إحياء مسار العائلة المقدسة ويكون ده مشروع ويتم الترويج ليه على مستوى العالم، المكسب من ده إيه يا دكتور وسيم؟ مكسب؟ أولا مكسب حضاري. نعم. لأن الناس بتيجي تعرف وبتزور، ومش هتزور بس المسار بتاع العائلة المقدسة، هتزور حاجات أخرى. هناك المتحف المصري الكبير، المتحف اللي موجود في التحرير، متحف الحضارة اللي موجود في عين السيرة، كل ده مش هيسيبوا الحاجات دي طبعا. فيعرفوا يعني زي ما بيقولوا صورة تساوي مليون كلمة، فما بالك بقى بحاجة قائمة قدامك تساوي دي مليار كلمة من الأول لآخر. أضيفي إلى هذا إن هم الفكرة الخاطئة اللي موجودة في الغرب عن مصر ده البعض لغايه النهارده فاكر ان احنا لسه جمال ومش جمال وبتاع، هيعرف الحقيقه. وبعدين بيختلط بالشعب الحبوب الحلو ده اللي هو يعني بيتقبل كل الثقافات المختلفه وبيرحب بالاجنبي وبيتعلم لغته عشان يعرف يتفاهم بيه فيها. يعني شوفي الناس المرشدين والحاجات دي عارفين انجليزي وفرنساوي واسباني واخره. فطبعا اضيف الى هذا المكسب الاقتصادي، بس قبل الاقتصادي يعني برضو جزئيه ده مثلا هنتكلم ان العالم كله بيتكلم عن الارهاب ولصق هذه التهمه بالمسلمين وبالاسلام، يعني بالمعنى والمفهوم والدين، قصه بقى التسامح وتبقى ارض الديانات طبعا حضاره. اصل حضاره سيفيلايزيشن جت من سيفيليتي، وسيفيليتي كلمه تشوف عليها في القاموس تجدي قصادها بولايتنس جود مانرز اند تريتمنت اذرز، الأدب ورقة التعامل مع الآخر. المصري معروف بهذا لأن جيناته من آلاف السنين كان عارف ويحفظ عن ظهر قلب أن 42 قاضي بيمثلوا 42 محافظة هيسألوا 42 سؤال عليه أن يجيب بلا منهم لم أكن سببا في دموع إنسان ولا شقاء حيوان، ولم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء، ولم أتعالى على غيري بسبب علو منصبي، ولم أرفع صوتي على غيري أثناء الحوار. ده اللي خلى كارين شوبرت عمدة برلين النهارده تقول كيف كان سيكون شكل العالم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. دكتور وسيم شرفتنا ونورتنا، ومحتاج دايما مع حضرتك وقت طويل نتكلم في كتير من الامور، بس ان شاء الله يعني تتكرر اللقاءات. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه حضرتك طيب. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور ويحميك ويحمي كل المصريين. شكرا جزيلا دكتور وسيم.